هو قصة الصبر على البلاء، جواد لا يكبو وجندي لا يهزم، رجل اشتاقت له الجنة، انفتح قلبه لنداء الإيمان وتسابقت أقدامه لدار الأرقم، ضحى بنفسه وجسده فداء نور الإسلام. أجاره الله تعالى من الشيطان هو الإمام الكبير عمار بن ياسر، وكان عمار أسمر طويلا أشهل العينين بعيد ما بين المنكبين، كان قليل الكلام طويل السكوت، وكان سديد الرأي، ما خير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. ولما قدم أبوه ياسر من اليمن إلى مكة وأقام بها، حالف أبا حذيفة بن المخزوم فزوجه سمية فولدت عمارا، فأعتقه أبو حذيفة فصار عمار حليفا ومولى لبني مخزوم. كان عمار وأهله من السابقين الأولين إلى الإسلام، كان إسلامه بعد 34، وهو ممن عذب في الله. أسلم عمار وصهيب بن سنان في وقت واحد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، فلقي صهيبا على باب الدار فدخل فأعلن إسلامهما، وكان عمار من أول من أظهر إسلامه. فلما وصل خبر إسلامهم إلى بني مخزوم صبوا أشد العذاب على آل ياسر، فعذبه المشركون بالنار، وكانت إذا حميت شمس الظهيرة يأخذونهم إلى بطحاء مكة ويلبسونهم دروع الحديد ويمنعون عنهم الماء ويصبون عليهم ألوان العذاب تحت أشعة الشمس المحرقة. وتحت هذا التنكيل كان يمر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. عذبت أمه سمية فتعرض لها أبو جهل فطعنها، فكانت أول شهيدة في الإسلام، واستشهد أبوه ياسر تحت وطأة التعذيب، فبقي عمار صابرا واشتد الكفار عليه فأذاقوه ألوان العذاب. ولما كتب الله تعالى النجاة لهؤلاء المستضعفين وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، هاجر عمار إلى المدينة فرارا بدينه، وكان أول من بنى مسجدا في الإسلام. فعندما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان وقت الضحى، قال عمار: لابد أن نجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا يستظل فيه ويصلي فيه. فجمع الحجارة، فكان الرجل يحمل لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فيقول عمار: أعوذ بالله من الفتن.